شلون؟ طلاب جاي يطلبون انضمام للميت. نعم. مثلا اخوان هسه تشوفون هذا نماذج من الكرانوبرج اللي موجوده. اكو عندنا الجولد كاستنج، واكو عندنا الميتال كاستنج، ماشي، واكو عندنا اللي هن مثل ما موجود، يمكن نموذج عندنا هنا اتوقع هذا. المهم اكو الفول سيراميك كاستنج، يعني ما بي اي ميتال، تمام. اكو هذا الميتال بس الميتال، اكو هذا الجولد بي اتاتشمنت، ماشي. تشوفون هذا، تشوفون هذا اثنين ريتينرز من دمجات مع كونكتر، يعني هذا تسألون برأيك انه هذا ايش يريد يعوض، ماشي، ليش هو دا يسوي هيك، يعني ما دا يعوض سن مفقود. هذا هنا اللي دا يسوي انه دا يثبت بريودنتال تشو مع بريودنتال تشو، كأن يكون مثلا اكو اسنان تعرضن الضربة وحاب إلى أنه يثبت الأسنان، بالإضافة إلى أنه بيهن يعني فيلينج فحاب يغطيهن، بالإضافة إلى أنه يثبت بيدي مع بيدي. تفهمون شلون؟ يعني يثبت البيردنتال تشو مال توث هذا مع البيردنتال تشو، يعني كفيكسيشن، أوكي، يعني أفتر تروما، فلذلك أنه يسويهن هذا البرج. أوكي، هسه ندخل عليه من على محاضرتنا، ناخذ في الشغلات سريعه من عندهم. اي كلينيكال كونستريشن انما للبرج كونستركشن، تمام. اكو ناس طلبوا اي كلينيكال كونستريشن للبريدج كونستراكشن، يعني لما نحن نريد نسوي كرانوبرج، ماشي، شنو الشغلات اللي ناخذها ببالنا؟ ناخذهم بصوره سريعه. عندنا اول شيء الايج مال بيشنت، ماشي، نشوف الايج مالته لازم اكثر من 18 سنه. ليش اكثر من 18 سنه؟ دائما اخوان خلوا ببالكم شغله، البلب، ماشي، يكون بالهيوج سايز بيش بالفتره التينيجر، فتره الشباب، ماشي، يعني من 11 الى 20 سنه، تمام، وراها يبدي يصغر حجم البلب، نصح له بلب اوبليتريتد، ماشي، يبدي يصغر البلب، ماشي، يكبر الدنتين، يقل الانامول، هاي قاعده، تمام، يصغر البلب، يكبر الدنتين، يقل الانامول، اوكي، فيعتبر شنو ريسك تروماتيك اكسبوجر اذا نسوي بريدج كراون العفو بريبريشن في شي عمر، ماشي، لازم ننتظر أكثر من 18 سنة، وكو كتب تقول أكثر من 20 سنة، تمام؟ شباب الصوت واضح؟ واضح دكتور. تمام. إحنا لازم أيضا نشوف الميديكال هيستوري مالته، إذا بيشنت كومبرومايز، ماشي، عنده هايبرتنسيف ما يتحمل اللونج تريتمنت مالتنا، ماشي، لازم نشوف شنو مشاكله، خصوصا عندك الديابيتيك، ماشي، الديابيتيك دائما نتقل بي عند المناعة ويصير عندنا بيردنتاتس هواية، ماشي، بسبب انه الكالكاس اكيوميوليشن في هيك منطقة، تمام، اللي هن منطقة اللي هي منطقة اللي تصير تحت الكراون، اوكي، تصير تحت الكراون، لأنه تحت الكراون راح يصير فود اكيوميوليشن، إذا ماكو يعني احنا شلون ننصح للسيستميك ريفرشمنت، ماشي، اللي هي تصير بيش بالساركس، كل ساركس اكو فلويد، ماشي، هذا الفلويد بي نورمال فلورا، ماشي، وايضا بي البكتيريا اللي هي تكون اكوايرد جايه منين، عندنا من مخلفات الاكل بعد ما يصير بيها ديجريديشن. زين، ننتقل الى من اللي نشوف الشيف كومبلين مالت البيشنت، ليش جاي يسوي كرانوبرج، ماشي، نشوف مثلا بسبب هو عنده مثلا حساسيه، نشوف عنده بين مثلا بسن معين يريد نغطي له، عنده سوالينج، ماشي، فالتريتمنت بلان لازم انه نتدخل نشوف يحتاج له روت كانال تريتمنت، بعدها نسوي له الفيكس بارشال دنشر، ماشي،
يعني اكو حالات ماشي اذا تشوفها ما تستوجب تسوي الهيلث كانال تريتمنت ماشي، انت اوريدي لازم تبقي اكو عندك هيلثي دنتين اوكي، على مود اللي انت مركب كراون مو باكر عقبه لازم تجي تثقبه وتفتح على مود تشيل الروت مالته وتوخر البين ماشي. فانت لازم تسوي مانيفستيشن عدل، انسبكشن عدل، حتى انه ما تتعرض لاي روت كانال تريتمنت بالفيو يعني ان ذا فيوتشر ماشي. فانكشن مثلا شخص ما يقدر يمضغ طعام بصوره صحيحه ماشي، فيقول لك انا بدي اركب ماشي. سوشيال انه قدام العالم انه اكو فد باد تيست، اكو مثلا شو اسمه هذا اذى مو طبيعي يعني شو اسمه هذا هاليتوسيس اوكي، فلازم انه نغطي نسوي له بريدج ماشي. ابيرنس ايضا مظهر ايضا اسنانه مو حلو من راح نسويه، هي المظهر راح يرجع المورفولوجي الصحيح المال اسنانه والسمايل ديزاين صحيح. اكسترا اول اكزامينيشن طبعا تي ام جي لازم نفحصها، المصل مان ماستيكيشن ماشي، الليبس اوكي، كل هذني لازم احنا نسويه مانيفيكسيشن الاكزامينيشن قبل لا نشتغل الكراون بريدج اوكي. كراون بريدج اخوان هو فد عالم يعني متشعب، يعني شيء مربوط بشيء، اكلوجن مربوط مع شو اسمه هذا مع بوستيريور ميسينج ماتيث، بوستيريور ميسينج ماتيث مربوط مع مع تي ام جي بروبلمز وهكذا، يعني هواي مشاكل بيه. يعني كنت اتمنى انه بالمحاضرات اللايف يعني اشرح لكم هواي شغلات شلون تصير يعني في يعني فيس تو فيس. عندنا اللي يقول لك انه نورمال فاليو مال اوبننج مالت الماوث ماشي، عندنا من 45 الى 55 يعني الفتحه مالت الحلق النورمال اوكي، من 45 الى 55 ماشي، وعندنا ال 35 هاي يعتبر شنو ريستريكتد اوكي. الماكسيمم موفمنت البا سنتريك مو سنتريك، البا سنتريك 12 مليم ماشي. ايفالويشن نشوف المجنوع ان انتر اكلوجر ريليشن ماشي، نشوف هل هو عنده اطباق صحيح ماشي. ليش؟ لانه الاطباق الصحيح يعني على مود نعرف نقاط الاكلوجن وين راح تكون. اذا كانت مثلا على الكونكتر، الكونكتر اخوان بين الريتينا وبين البونتيك ماشي، اذا كانت اكو نقاط اكلوجن عليه قوي فلازم احنا نقوي الكونكتر هنا، نزود الثيكنس مالته تمام. جدا مهم الدنتال هيستوري والانترا اور اكزامينيشن طبعا هاي لازم نشوفهن ماشي. حاله الهيلثي مال من مال الابتمنت ايفالويشن هاي اول واحد. الابتمنت اخوان نشوفه من حاله انه شنو الفاجيكال ويدث مال من مات اللثه ماشي. نشوف الموبيليتي مالته، نشوف هل هو اندو ماشي او لا، هل اكو روت كيريز، هل اكو شو اسمه هذا اكسترنال ريزوبشن انترنال ريزوبشن، كل ذني نسويهن مانيفستيشن ماشي. كورونال تو ستراكشر ايضا نشوف الكورونال تو ستراكشر، هل هو بي سكندري كيريز، هل هو اذا هو اكو بي فلنج يعني هل بي سكندري كيريز، هل بي شو اسمه هذا سنسيفيتي ماشي. طبعا اذا سنسيفيتي شو نسوي الاخوان، نحط له جي اي سي بالتثبيت. ليش؟ لانه جي اي سي يقلل لنا السنسيفيتي ماشي، ويعطينا فلورايد ريليز اوكي. هاي من دكتور بس رزقنا دكتور اكو طلاب تريد تدخل بس ما جاي توصلها. اوكي اوكي تمام شكرا جزيلا. مو انا مندمج بالشرح ف تمام اخوان. فيجي يحكي لنا الى انه الابتمنت المعمول اندو ماشي، نشوفه كلينيكالي شلون نشوفه؟ نشوفه هل هو اسيمتوماتيك يعني ما بي اي اعراض، ما بي لا بين لا تندرنس لا ساينس تراك. ساينس تراك اللي هو شنو اخوان؟ اللي هو اكو فتحه تصير بين من بين الابيكس بعد ما البص يريد لمنفذ ما يقدر يطلع ماشي، فراح يسوي شنو؟ راح يسوي ريزوربشن بالبون ويطلع عن طريق اللثة عن طريق ساينس تراكت، يعني فد منفذ كلش بسيط ويطلع مرات يخزن جوا اللثة ما يفتح باللثة ماشي. فإله هواي مانيفستيشن يعني تمام. راديوغراف، راديوغراف نشوف شنو؟ نشوف لأنه الكواليتي مال من مات الروت كانال تريتمنت الابتوريشن يعني ماشي، نشوف هل هو فول لينث فول ابتوريشن
ما عندنا وايدنينج بال بالابي شو اسمه بالبيدنتال ليجمنت ماشي، ماكو ابيكال ليكج، ماكو راديو ريسنسي، ماكو ابيكال باثوسيس ماشي. All of these you care, you should care about it. Okay. هسه البيدنتال ستيتمنت شرحت لكم البيدنتال ستيتمنت بخصوص الانتيز لو ماشي. هسه يجينا يحكي لنا علما عن الكاون روت ريشيو. الكاون روت ريشيو اخوان ماشي اللي هو شنو نقيس؟ نقيس طول الكاون الكلينيكال كاون مع من؟ مع روت ماشي. لازم شنو؟ لازم يكون العلاقه ثلث ماشي، العفو اثنين الى ثلاثة او واحد الى واحد، يعني اكوالي او ثلث ماشي. ليش؟ على مود الى انه تكون البون اللي يسوي سبورت للتوث يكون انف تو ريفورسمنت للاكلوجال بارت. اوكي، فلازم نشوف البيدنتال ستيتمنت ماشي. عندنا الكاون روت ريشيو قلت لكم لازم يكون واحد الى واحد او اثنين الى ثلاثة، تمام؟ هاي الريشيو از امينيموم. الروت نمبر والكونفيجريشن اللي هو حكى عليها الولد هسه قبل شويه ماشي. قلت لكم اخوان اكو مالتي روت بوستيريور تيث ماشي، بس شنو وايدلي سيبريتد، يعني مثل هذا، شوفوا هذا سيبريتد، هذا يفضل افضل من الكونفيوز. ليش؟ لان راح يصير عندنا ديستريبيوشن، توزيع للقوه بشكل افضل بالوايد. اوكي، يوزع على البون، يعني انت القوه لما تجي من هنا ماشي راح تتوزع، تروح من هنا وتروح من هنا، بينما انت القوه لما تجي هنا راح تروح دايركتلي ان ذا سيم باثوي مال انسيرشن ماشي، مال انسيرشن مال فورس اقصد ماشي. فدائما يفضل عندنا اللي هو السبريتد عن من؟ عن الكونفيوز، تمام. البيدنتال ليجمنت اريا، البيدنتال ليجمنت اريا راح كنا عليه من على قانون الانتيز لو. انتيز لو شرحت لكم اياه بالصوره اللي هو هذا قبل شويه ماشي، شرحت لكم اياها. هاي تمام، شرحت لكم اياه هذا قانون الانتيز لو، تمام. هو نفسيته هذا راح يحكي لنا عليه هنا، بس اخوان انت بس اقول لكم عليه من على شغله. اخوان هذا كل سن واحد من هذني شو نصيح له؟ يونت، تمام، كل واحد يونت. زين اذا كان منفصل، اذا كان منفصل اكو بعض الكتب يقولون لا هذا ما يسمى يونت، هذا يسمى بريدج، وهذا بريدج يونت، هذا كله يونت وهذا كله يونت. اخوان لا تعتمدون على هذا الكلام، اعتمدوا الى انه كان منفصل او متحد، كل واحد كل توث معوض يعني ريتينر او بونتيك نسميه يونت. اوكي، هذا قانون الانتيز لو شرحت لكم عليه ماشي. هسه نجي هنا يقول لك عندما الروت سيرفيس اريا مالت التوث حتى تريد تعوضها بايش؟ بالبونتيك ماشي، بالريبليتمنت، لازم شنو؟ لازم يكون عندنا اكو جنرالي ان اكسبتابل سيتويشن، يعني مثل من؟ مثل هاي الحاله. اوكي، هذا يريد يعوض شنو؟ يريد يعوض مثل ما تشوفون الاربعه الانتيريرز اللاترال والسنترال ماشي. هل من الممكن الى انه انا اعوض هاي؟ يقول لك اتس بوسيبل تو فيكس بارشال دنتشر ماشي ريبليس ذان مور ذان تو تيث ماشي، يعني راح نعوض هنا اربع اسنان. اوكي، هل يستحيل ان نحطهم بس على الكناينات؟ لا ما يصير ماشي، لازم نسوي ناخذ انذر ابارتمنت، نصيح له شنو؟ سكندري ابارتمنت للبرايمري، تمام، اللي هو مثلا هاي، شوف ريبليسنج فور انسايزر، راح ناخذ الكناين مع السكند ماكسيمم المجزل، عفوا ماكسيلري سكند مولر ماشي. كل
ريتينشن المن للفور انسايزرز اوكي. هذا طبعا حسب من حسب قانون انتيس لو ايضا تمام. اضافه الى ذلك اخوان اكو قاعده بيش بالكناين اوكي. الكناين هو صاير محوري يعني يفصل عن من يفصل انتيرير عن البوستيرير تيث اوكي. الكناين تعويضه بحد ذاته هذا اشرح لكم اياه بالمحاضره الجايه لانه بيه هواي كلام اوكي. لانه صاير في ركن الزاويه تمام. فاني حتى اريد اعوض الكناين لازم اخذ ثلاثة ابطمنت حتى اعوض الكناين. تخيل ثلاثة ابطمنت يعني اخذ اللاترال العفو اخذ السنترال واللاترال والكناين والسكند والفيرست بمولر فيرست بي مولر سنترال واللاترال والفيرست بي مولر كل هذني اخذ الابطمنت على مود اعوض الكناين ماشي. اشرح لكم ليش بالمحاضره الجايه اوكي. ما اخذ من المجزلة الكناين لحد المجزلة لسكند مولا ماشي على مود نعوض الفور انسايزرز اوكي. البايوميكانيكال كونزيشن اول ما نخلي بالنا على مود نريد نسوي الفيكست بارشال دينشر اللينث مال الدينشر سبان الاكلوجر جنجايفال هايت الارش كيرفيتشر الدايركشن مالت الفورس اوكي. هذني اخوان كلش مهمات اوكي. ركزوا عليهم ذن التعداد اوكي. اللينث مال الدينشر سبان ايش قد اللينث ايش قد السبان ايش قد الاكلوجر جنجايفال هايت. يعني شنو الاكلوجر جنجايفال هايت مال بونتيك؟ قلت لكم اخوان البونتيك ماشي اللي هو الميسنج تيث اوكي. يعني اني مرات اشوف ما عندي الاطباق مثلا واحد قالع اسنانه جوا تمام. فاسنان الفوق شو راح يصير بيهن؟ راح يصير بيهن اميجريشن ينزلن لجوه. فاني على مود اعوض وبدون ما اثر على من على النورمال اكلوجن شو راح اسوي؟ راح ارفع البايت بالاول العفو مو البايت يعني اقصد ارفع الاسنان الفوق ماشي اسويهن اكلوجن بالبون بعدين وراها الدور ابدي اعوض الكاون برج يا اما ازرع كابتمنت او اذا موجود عندي ابارتمنت اسوي له بريبريشن واكمل. اللينث مال ايدنتشرز سبان هاي اللينث مال ايدنتشرز سبان لازم انه نخلي ببالنا اكو شغلتين مهمه ماشي. بالكراون برج دائما يصير عندنا حاله اللي هي الفلكشن ماشي. اللي هي شنو هي؟ اللي هي حاله مثلا بتشوفون هنا هسه بالصوره